مع حضراتكم دكتور محمود السرافي استشاري الجودة واعتماد المستشفيات. هنبدأ النهاردة دي 1 ان شاء الله من الكورس التحضيري للسي بي اتش كيو. طيب احنا اوريدي بنبدأ الكورس بتاعنا فروم سكراتش، بنشتغل من الصفر كأن دي اول مرة نسمع حاجة عن الكواليتي من اول ديفينيشن اوف كواليتي، فمحدش يقلق من حاجة من دي طبعا سواء انا او دكتورة ايمان بنبقى مراعينها كويس جدا في الشغل بتاعنا، ان احنا نبدأ من الايه من الصفر دايما في الشغل بتاعنا. هنبقى في عندنا جروب واتس هنبقى كلنا مع بعض عليها ان شاء الله، عشان في اكسرسايزز باستمرار بتنزل كل محاضره، فهنبدا ان احنا نتابع الاكسرسايزز مع بعض على الجروب الواتس، وانتظر مع حضراتكم الاجابات. احنا بنتابع مع بعض ان شاء الله لحد يوم الامتحان، سواء حضراتكم هتمتحنوا في ديسمبر في مارس في يوليو ايا كان قبل الامتحان ان شاء الله، حتى بعد نهاية الكورس اي حد من حضراتكم وقت ما يقرر ان هو يحجز الامتحان بيحجز ويبلغنا ان هو حجز، بنضيفه على جروب المراجعة اللي داخلة في الدور ده. في اوريدي دايما ناس كل جروب بيبقوا داخلين ان شاء الله، كل ويندو في الامتحان بيبقى فيه ناس داخلة الامتحان. اي استفسار حضراتكم اثناء الشرح حد بس يكتبه على الشات، وانا متابع الشات ان شاء الله نجاوب حضراتكم، وبرضه هيبقى معانا بعد ما نسمع المحاضرات تاني ونركز في الماتيريال هيبقى على جروب الواتس معانا، هيبقى على جروب الواتس مع بعضنا نتابع الحاجات الاستفسارات بتاعتكم. بالنسبه للامتحان ما تقلقوش خالص، في الريفيجن بتبقى قويه جدا تعملها دكتوره ايمان على جروب الواتس، برضه معانا اسئله لحد اخر ويندو من الامتحان ومصادر كتيره مختلفه، ما تقلقوش منها ان شاء الله. هنبدا اول حاجه definition of quality، يعني ايه كلمة جودة؟ كلمة جودة لها definitions كتيرة جدا، اكتر من حد عرف الكواليتي. في تعريف في الديكشنري في القاموس بيقول ان الجودة هي degree of excellence. كلمة excellence عندنا في الكواليتي بيبقى لها، او كل كلمة عندنا في الكواليتي لازم نكون مركزين في معناها كويس جدا. هنا قلنا degree of excellence ما قلناش degree of perfection، مع ان الاثنين يدوا معنى قريب من بعض او يدوا معنى كويس الاثنين. لما اقول لواحد الشغل بتاعك ده بيرفكت دي حاجه مش كويسه، لان كلمه بيرفكت معناها ان هو اتشيفنج الجول، بس حقق المطلوب منه، حقق الهدف المطلوب منه، ولكن ده ما يعتبرش البيست براكتس، يعني ما زودش عن التارجت او ما عملوش في وقت مناسب او في الوقت سوري ما عملوش في وقت اوبتيمم او ايديال، يبقى هو عمل الحاجه المطلوبه منه بس، ده بنسميه بيرفكت. اللي بيزيد عن البرفكشن هو الاكسلنس، ان انت تقدر تعمل حاجه في وقت اقل او تعملها باستعمال ريسورسز اقل او بكواليتي اعلى. في ديفينيشن تاني عندنا للكواليتي اسمه doing right things right first time and every time، ان انا اعمل الشيء الصح بشكل صح من اول مره وفي كل مره، وده يعتبر ديفينيشن ده الموست سيمبل، يعني ده في الغالب ان احنا بنفضل نستعمل الديفينيشن ده مع السكيورتي ومع الهاوس كيبنج ومع الناس اللي هي الفئات التعليميه المستوى بتاعهم مش عالي قوي، لانهم بيفهموه بسهوله. يعني ان انت تعمل شغلك بشكل صح، تقدر تقول للنيرس ان انت هتعملي الحاجه الصح المناسبه للعيان، هتدي له الميديكيشن اللي الدكتور كاتبه، هتعمليها بشكل صح، لو مكتوب انترافينس هتديه انترافينس، لو هتعملي الانجكشن بتاعك هتوصلي للفين من اول مره مش هتقعدي تشك البيشنت كذا مره، وكل مره هنحاول نحسن عن المره اللي قبلها، يعني في كل مره هنعمل نفس الموضوع ونحاول ان احنا نحسن كل مره عن المره اللي قبلها. ده بالنسبه للديفينيشن بتاع doing right things right first time and every time. عندنا في جهه اسمها CMS هنسمعها كتير، Centers for Medicare and Medicaid Services، ده التامين الصحي في امريكا. التأمين الصحي في أمريكا ده بيقول إن definition of quality the right care for every person every time، إنك تدي الرعاية أو الاهتمام أو العناية الصح لكل شخص في كل وقت. هنا ما قالش patient قال person، لأن كل الناس محتاجة care دلوقتي، بقى في ناس كتير قوي بتروح seeking care مش treatment مش medication، تمام؟ وكلمة care وليس cure، احنا حتى اسمنا هيلث كير براكتيشنرز او هيلث كير بروفايدرز، مش ما اسمناش هيلث كيور، لان الكير اعم واشمل والعيان بيهتم بالكير اكتر،
الكير يشمل الاكل بتاعه، يشمل حالته النفسيه، يشمل العلاج اللي هو بياخده، يشمل النظافه على الجروح، يشمل كل التحضير لكل اجراء هيعمله المريض. يبقى الكير عندي اشمل واعم كتير قوي من الايه، من الكيور. في ديفينيشن تاني اسمه كومبلاينس وذ ستاندردز. كومبلاينس وذ ستاندردز معناها ايه؟ بلتزم بالمعايير. وده اللي بدأ دلوقتي تقريبا في معظم الدول يبقى مطبق. عندنا في السعودية معايير سباهي، معايير السعودية. عندنا في مصر دلوقتي جهار نزلت معايير جديدة لسه نازلة الأسبوع اللي فات. عندنا في أمريكا الجيسي جوينت كوميشن والإنترناشونال أكريتيشن بتاعها اسمه الجيسي أي جوينت كوميشن إنترناشونال. عندنا الكنديان وعندنا كل الاعتمادات. عبارة عن مجموعة من المعايير بيكتبها خبراء. الخبراء بيكتبوا المعايير واحنا نطبقها وتيجي لجنة خارجية تقيمنا، واللجنة دي بتشوف هل احنا مطبقين المعايير ولا لا. لو احنا مطبقين المعايير دي يبقى بنحقق كواليتي. ودي طريقة حلوة للستاندردايزيشن، ان احنا نبقى كلنا شغالين زي بعضنا. ولكن اما تلتزم بالستاندرد بتبقى انت كده، فاكرين لما لسه قايلين من شوية الفرق بين الاكسلنس والبرفكشن، اللي بيلتزم بالمعيار بالظبط ده اسمه بيرفكت، لكن الكواليتي المفروض تكون ليفل اعلى شويه من كده اللي اسمه الاكسلنس. تمام. عندنا ديفينيشن كمان قالوا جوران، هنسمع عن جوران كتير قوي، فادر اوف كواليتي. هنسمع عن جوران في اكتر من مكان عندنا في الكورس. جوران قال ان الكواليتي هي الفيتنس فور يوز، ملائمة الحاجة اللي احنا بنعملها دي للاستخدام اللي المريض محتاجها عشانه او الكاستمر او العميل بتاعنا محتاجها، وتكون الحاجة بتاعتنا الابشول. تكون free from deficiency، ما يبقاش فيها عيوب، لان العيوب دي بتضطرنا ان احنا نعمل تاني rework، ان احنا نضطر نعيد الشغل بتاعنا من تاني. فبالتالي كون ان انا اعمل الشغل غلط اول مرة ده بيخسرني كتير قوي، بيبقى يعتبر ويست بالنسبة لي. يبقى جوران قال ان الكواليتي هي فيتنس فور يوز، ان الحاجة تلائم الاستخدام بتاعي، ان الحاجة ميتنج الكاستمر نيدز الاحتياجات بتاعة العميل بتاعتنا، وانها تكون فري فروم ديفيشنسي، ما يكونش فيها عيوب عشان العيوب بتكلفني فلوس في الريورك مرة تانية. ناخد بالنا ان ظهر كلمة meeting customer needs ولسه هنتك عليها شوية كده لان هنحتاجها بعد شوية تاني في الديفينيشن اللي بعده. الديفينيشن اللي بعده بيقول achieving sustained customer satisfaction، ان انا رضا العميل بتاعي الكاستمر بتاعي يبقى satisfied عن طريق ان انا احقق له برضه النيدز بتاعته و exceeding the expectations. طب يعني ايه expectations بقى؟ يبقى انا عندي حاجة اسمها needs وظهر عندي حاجة اسمها expectations، وهضيف عليهم حاجة تالتة اسمها الايه؟ اسمها delights، وهتكلم عن التلاتة دول دلوقتي. كلمة needs دي الموست بيزك، يعني الحاجة اللي لو ما اتعملتش للكاستمر او للبيشنت بتاعي مش هيبقى راضي عن الخدمة، هيكتب فيها شكوى او هيقول ان هو dissatisfied. الامثلة اللي عليها لو انا قلت لكل واحد يضرب لي مثال دلوقتي، طب احنا مع بعض كده كل واحد يكتب لي مثال بعد اذنكم. دكتورة ميرنا، دكتورة لارا، اكتبوا لي بس مثال على حاجة بالنسبة لكم شايفين انها نيد. لو احنا رايحين هوسبيتال البيشنت تبقى النيد بتاعته ايه؟ الحاجة اللي لو ما لقيناهاش البيشنت ما يبقاش مبسوط خالص. وفي عندي حاجة اسمها اكسبكتيشنز. اكسبكتيشنز دي يعني كل ما اعملها يبقى افضل، الكاستمر بتاعي يبقى مور ساتسفايد. كلمه ديلايتس دي الحاجه بقى اللي ما كانش يتوقعها ابدا، حاجه الكاستمر اتفاجئ بيها. لسه حد كان بيتكلم معانا من كام يوم بيقول انا رحت عياده اسنان او مش متذكر عياده الدكتور ايه، ولقى ان فيها سكرتارية بيقابلوه لابسين يونيفورم كويس، وفي اوفيس بوي بيجيله حضرتك تشرب ايه، وفي ديكورات وفي ورد وفي كذا. بالنسبه له دي كانت ديلايتس، كانش منتظر خالص ان هو يلاقيها.
الدكتوره لارا بتقول ان بالنسبه للبيشنت جود هيلث كير، شايفه ان ده النيدز ان هو ياخد الكير بتاعه. الكير دي كلمه كبيره قوي، ممكن نقسمها لحاجات كتيره جدا جواها. ممكن بيشنت معين يبقى بالنسبه له ان الدواء يجيله في ميعاده ده نيد، حاجه اساسيه. ممكن يكون بالنسبه له ان الاكل يجيله في ميعاده ده نيد، حاجه اساسيه. في مريض تاني بالنسبه له ان الاكل يجيله في ميعاده سخن، ده حاجه اساسيه. طيب في مريض بقى، تخيل بقى لو احنا جبنا لك مينيو وقلنا لك اختار هتاكل ايه النهارده في المستشفى، فبيقول والله دي بالنسبه لي اكسبكتيشنز، يعني ده حاجه انا شايف ان انا مور ساتسفايد ان انت كمان تقول لي اختار ايه بدل ما تجيب لي اكل مسلوق زي المستشفيات، دي حاجه جميله جدا. طيب لو احنا بقى سمحنا للبيشنت ان احنا هنطلب له اكل من بره مثلا، او ان هو مدام ده طبعا مش ريستريكتد دايت، مدام مش مفيش مشكله فيها مع الدكتور بتاعه وسامحين ان يجي له اكل من بره مثلا هو عايزه، ممكن تكون دي لايتس، وممكن تكون بالنسبه لبعض الناس دي نيدز، حاجه عاديه جدا بالنسبه له. يبقى اللي بيحدد اذا كانت دي نيد او اذا كانت اكسبكتيشنز او اذا كانت دي لايتس الكاستمر نفسه. في واحد فينا بالنسبه له الاير كونديشن، ان يقعد في مكان فيه تكييف، ده بالنسبه له ده بيزك نيد، ما يعرفش يقعد اصلا من غيره. لكن في واحد تاني لو قلنا له نجيب لك مروحه يقول لك اه لو ما فيش مروحه ما اقعدش في المكان، دي النيد بتاعته. التكييف بالنسبه له اكسبكتيشنز او ممكن ايفن نقول دي لايتس. يبقى دايما نتعلم ان النيدز بتاعت الكاستمر او بتاعت البيشنت هو اللي يقولها، مش احنا اللي نحاول نستشفها. كل واحد فينا اللي بيرضيه حاجات غير التاني. هنرجع للديفينيشن الاخير، قلنا من ضمن الديفينيشنز الكواليتي achieving sustained customer satisfaction، العميل يبقى راضي عندي عن طريق ان انا meeting النيدز بتاعته واكسيدنج الاكسبكتيشنز بتاعته. زادت هنا عندي كلمه بقى اللي هي الايه؟ ان يكون في كوميتمنت، عندي التزام بالكونتينيوال امبروفمنت. يكون عندي التزام بالايه؟ كونتينيوال امبروفمنت. طب ليه هنا ما قاليش كونتينيوس امبروفمنت؟ عاوزين نعرف. اكيد ما دام ما قالش كونتينيوس يبقى انا عندي في فرق ما بين كلمه كونتينيوال وما بين كلمه ايه؟ كونتينيوس. الفرق بين continuous وبين continual، نبص على الجراف اللي قدامنا ده نفهم اسهل. الكيرف اللي موجود قدامي على يمين الشاشه ده عامل زي الارش كده بشكل منحنى، بيطلع مره واحده. ده بيطلع بسرعه ودي حاجه جميله، ولكن بينزل بسرعه برضه. لو افترضنا ان انا في اعلى نقطه خالص في الخط الاخضر ده في الكيرف اللي موجود قدامي وحصل لي دروب فجأة في المستوى بتاعي، بيبقى النزول سريع زي الطلوع بالظبط. طب نبص على الكيرف التاني اللي عامل زي السلالم ده، هنلاقي فيه سهم احمر كده بالعرض اللي هو الهوريزونتال بلاتو. الهوريزونتال بلاتو ده ان انا بتحسن شوية وافضل واقف كده لمدة فترة، شهر مثلا، اسبوع، اتنين، ايا كان. لو انا دلوقتي بعمل مثلا ده انديكيتور، هنعرف يعني ايه انديكيتورز بعد كده، حاجة بقيس بيها شغلي. فانا بقيس مثلا درجة التزام الاطباء عندي بان هم يسجلوا بيانات المريض في الملف الطبي. فاول شهر كانت 10%، تاني شهر 20، 30، 40، 50، بتزيد اهي. ممكن تزيد بالشكل اللي على اليمين ده اللي هو اسمه continuous. ممكن تزيد بالشكل اللي على اليمين وده بنسميه continuous، اللي هو الكيرف اللي بيطلع مرة واحدة ده، بس ده لما بيحصل مشكلة بينزل مرة واحدة. امال الكونتينيوال اللي على الشمال ده معناها ان خدنا فتره مستوانا 20%، طب نسبه بقى على 20% دي شويه نعمل تريننج للستاف، نعمل مونيتورنج نراجع شغلهم تاني، نعمل كوميتي نراجع فيها الملفات او الميديكال ريكوردز بتاعتنا. فبالتالي هنا بنقدر ان احنا نعمل ايه؟ نتابع او نثبت شغلنا، نحافظ على حاجه اسمها سستينابيلتي. يبقى كلمه كونتينيوال فيها سستينابيلتي اكتر، مستوانا ما بيرجعش تاني للصفر مره تانيه. اهلا بحضرتك دكتوره مروه معانا. دكتوره مروه استاذنك بس تعرفينا بال حضرتك التخصص الاصلي بتاعك ايه، واذا كان في اي دراسه قبل كده في الكواليتي ولا دي اول مره.